هي نص ليره. هيدي الخس بتعمل لها شي اربع صحون سلطه بالمحل، وصحن السلطه بليرتين، يعني هاي 8 ليرات مش نص ليره. العمى شو هالخبريه؟ ما سلمتك اياها من ربع ساعه بنص ليره، هي ساعه صارت 8 ليرات. رقم تاكسي المطلوب غير متوفر حاليا، يجب ان يكون على مدينتي. ربع ساعه من نص ليره ل 8 ليره؟ قديش الساعه هلا يا عم؟ تغير هوانا وسعر كل شغلي غلي، خسي زرعها كنت ما عادت إلي، ما عادت إلي، ما عادت إلي. الخسة التي أوصلها المعلم رامز بيده وسعرها مقيد بالجريدة حطوا لها أسعار جديدة، كل لحظة في سعر جديد. على أننا لسنا في معرض الحديث هنا عن تاجري خضار والتلاعب بأسعار بضاعته، بل عن سماسرة من نوع آخر يتقنون فن التلاعب وتضخيم أسعار بضاعة أخرى يعرفها اللبنانيون جيدا، يستخدمونها على هواتفهم وفي منازلهم وفي عملهم، ويعانون من ارتفاع سعرها ورداءة خدمتها. كيف ولماذا؟ اسمع يا رضا. ليك أديب، بدك على الورقة والقلم، أنا معلش ربحك 70% و 60%. قمت أنا قلت لهم لهواوي حجيب تين ليدر واثنين ريجرز، يعني أنا وفرت شخص، بس إنه علينا معاش الريجر شوي صغيرة لأنه هذا ريجر أبضاي بإكسبيرينس، ما في عندي تكنيشن، أنا لغيت التكنيشن عندي. السؤال الوجيه، نحن ليش أنت مش عم تربح مثل ما هو؟ نحن هلا بحكي هذا الباب شيء ما بتشغلك شغلان؟ بتشغلني خلص، يعني نرجع على الرقم العالي. هي شارع رقم، هذا شارع الرقم العالي. جنبي باخر سدس، هودي هني مش ربح، هودي بيور ربح. ما تسمعونه ليس نسخة معدلة من مسرحيات بالنسبة لبكرة شو، بل هو نسخة لمسرحية من نوع آخر، مسرحية إدارة قطاع الاتصالات في لبنان. هذا تسجيل صوتي لأربعة أشخاص من العيار الثقيل، اثنان منهم معنيان مباشرة بدوائر القرار في شركة تاتش لبنان، والآخران من إحدى الشركات المتعهدة العمل في صيانة وتركيب المعدات في قطاع الاتصالات. فمن هم هؤلاء؟ حسن حجيج أبو علي، نصري خروف مدير تركيب المواقع والصيانة في شركة تاتش لبنان، أديب حجاوي تقني في شركة أوراكسل، عماد الخطيب مالك شركة أوراكسل للاتصالات. على مدى 46 دقيقة يجلس الأربعة في أحد الفنادق اللبنانية والطبق الرئيس على المائدة، كيف يمكن أن ترفع شركة أوراكسل نسبة أرباحها؟ ولعل الحديث الذي يدور يكشف سبب رداءة خدمة الإنترنت في مقابل سعرها المرتفع. قبل الغوص في التسجيل لابد لنا من العودة في الزمن قليلا، وتحديدا إلى الوقت الذي حررت فيه وزارة الاتصالات في عهد الوزير نقول الصحناوي عقد المبلغ المقطوع الذي تقدم بموجبه شركتا تاتش وألفا مبلغا ثابتا للمتعهدين للتكفل بنفقات الصيانة، ومع تحريره بدأت ترتفع تكلفة الصيانة كما تشير أرقام شركة تاتش. أصلاً قبل ما نبلش الشغل
كل التفاصيل اعطيتهم اياهم للشباب، شو هن الموتورات اللي بتشتغل وشو اللي ما في وشو اللي فيه وشو اللي مش لازم ينزاروا بثلاث شهور مره كمان. ايه بس هلا نصري كله بده ينزار يا اخي، انا قلت اول مره اروح ازور الكل، شو المشكله؟ كله بده يتغير زيت كمان. قد ايه كله؟ هذا فريقك اشتغل بالمينتنس، شو بتفرق عليه؟ قلت له اشتغل فريقك معه. ما طلعنا بلشنا بالشغل، ما عادش في تكلفه بيكون، بلشنا شغل بالمنت اليوم في 420 محطة. ايه صح؟ بال 420 محطة انت عارف من ال 420 محطة في 250 فيهم موتورات. صح. اخر شيء اذا بتفلترهم بتفلترهم حيطلع معك تحت ال 175، خليني اقول تحت ال 200 سايت اللي بدهم اياه. صح صح مظبوط، هي حساباتي انا، ما انا عامل حساباتك تحت ال 200 سايت. طيب انت عم تقبض على 420 وبدك تغير زيت ل 200، انت عم تقبض على 420 وبدك تغير زيت ل 200. كان لافتا ومستغربا لنا سبب إقدام مسؤول تركيب المواقع ومدير الصيانة في شركة تاتش لبنان نصري خاروف على تلقين التقني في شركة أوراكسل أديب حجاوي كيفية رفع نسبة أرباح أوراكسل من خلال التلاعب بالمبالغ المرصودة من تاتش لتكفل أعمال الصيانة. فلماذا؟ فتش في أوراق المناقصات الخاصة بشركة تاتش. في آب من عام 2016 ترسل شركة تاتش مذكرة موقعة من رئيس مجلس الإدارة الشيخ بدر الخرافي إلى هيئة المالكين في وزارة الاتصالات تبلغهم فيها استبعاد شركة أوراكسل من المناقصة في عقود الصيانة نظرا إلى عدم امتلاكها مراجع ذات صلة، وتقرر تاتش إعطاء المناقصة لشركتي تريليوم هولدينج وبيمكو. أما الشخص المكلف متابعة العقود فليس سوى نصري خاروف. ليك أديب بدك على الورقة والقلم، أنا معلش ربحك 70% و60% ربحك 70% و60%. قبل ما يروح ونبلش بالبدة أعطيتهم على قدي على سنة ولا على خمس شهور؟ كل السبير بارس اللي عاملينه كلهم كلهم كل التفاصيل المملة عندهم إياهم. أوكي خلص بكرة بعد الظهر بنستلمها. اشتغلتها بطريقة معهم قبل ما يبلش. بعرف بكرة بعد الظهر. أنا بكرة بعد الظهر بيكون عندك على ثلاث شهور زائد اللي قبلهم قدام غيرين قطع. في كل شيء كل شيء كل شيء من البر أكبر شيء بدي أربو طري. طيب يا أخي حسب 10,000 زائد قدامنا 14 24، هي 25,000. قد عندك تيمات 20 واحد؟ تيمات ثلاثة تيمات 12 17 عشان ما رحكي 17 قدام أفرج هيدا السنري للواحد 1,000 دولار، هي 17. انا عم بحسب انت رح يطلع كل شيء معك بين ال 60 65 ماكسيموم بال 70 بثلاث اشهر. لا بالشهر المنطق بالشهر بالشهر. حتى لو طلعت لل 60 نحن عم نقول اخذنا التكلفه ب 137 يمكن ما نعطيك 137 لتكون. لماذا يقوم الشخص المكلف إدارة العقود في شركة تاتش بشرح أفضل الطرق لزيادة نسبة أرباح شركة استبعدت من المناقصة أساسا؟ هذا ما سيشرحه أمين صالح المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية حتى العام 2010، أي أنه الرجل المناسب للإجابة على استفساراتنا حتى لو لم يكن على علم بالتسجيل الذي في حوزتنا. هذا الموضوع معناته هذا استغلال للمال العام. أنا برأيي هذه عملية تجريم، يعني هي تنطبق عليها مسألة تبييض الأموال، مسألة مكافحة الفساد، لأنه ما في حدا. يعني اليوم خلينا أقول صراحة، ليش بده يربح 60 و70%؟ إذا الفائدة على المال وفقا للقانون اللبناني فائدة يجب أن لا تتجاوز 9% وفقا لقانون التجارة ووفقا لقانون المرابات. أي قطاع بيقدم للدولة تيدفع ضريبة أنه هو أربحه 60 و70%؟ أي قطاع؟ على أن الجلسة بين الأربعة لم تقتصر على مناقشة الشق المرتبط بالصيانة وحسب، بل كان هناك متسع من الوقت للحديث والاتفاق على كيفية إدارة تركيب أجهزة الجيل الرابع الذي ينتظره اللبنانيون، والذي تقدر قيمته المرصودة لشركتي ألفا وتاتش ب 200
مليون دولار. وما ستسمعونه ما هو إلا عينة عن كيفية إدارة تركيب المعدات. واو بيقولوا ما في حدا منكم عم يطلع 4 اشخاص على الصيف. مش انت بس كل لا كل نطلع. نحن عندنا 3 سيارات، كل سياره سيارتين بيستعملوهم، كل سياره بيطلع فيها ثلاث اشخاص، ست اشخاص هو... غير الشوفير اللي بيجيب البضاعه مع الهي. لا موجودين. انا هيدا اللي عملته عن هواوي. انا مع هواوي، هواوي فرضوا علي يكون عندي تيم ليدر واثنين تكنيشن وريجر بالتيم. قمت انا قلت له لهواوي حجيب تيم ليدر واثنين ريجرز، يعني انا وفرت شخص، بس انه علينا معاش الريجر شوي صغير لانه هذا ريجر ابضاي بي اكسبيرينس، ما في عندي تكنيشن، ما انا لغيت التكنيشن عندي. هيدا الريجر اللي جيبه انا، ريجر وتكنيشن. هاي الارقام ضخمه. انا جبت لك الارقام اللي عم ضخمه عم نشتغل فيها لمصلحتك، يعني بتعرف شو مشكلة. في عقود التركيب والتجهيز تقوم شركة تاتش بتلزيم المشاريع لعدد من المتعهدين الكبار، وهي غالبا شركات أجنبية. بعد ذلك يقوم المتعهدون الكبار بتلزيم المشاريع لمتعهدين فرعيين، وعليه ينحصر دور تاتش الرقابي على المتعهدين الكبار الذين يراقبون بدورهم عمل المتعهدين الفرعيين. وهنا يكمن التساؤل، لماذا يجتمع مسؤولون في تاتش مع متعهدين فرعيين لإرشادهم وتوجيههم إلى كيفية رفع نسب أرباحهم؟ نهاية مش عم تتحمل خزينة، عم تتحمل خزينة الدولة من ناحية بينقص إيراده وعم يتحملها بالنتيجة الكلفة هو المستهلك، هي المستهلك. هذه العمليات اللي عم تتصدر فيها هذه بصير آثارة قليلة جدا لو كانت الرقابة الداخلية بالشركات، واحد داخل الشركات تمنع بعض الموظفين أو مجالس الإدارة من القيام بهذه الأعمال، لأنه هذه صارت عالميا، وبدأ رقابة من خارج الشركات مدققي الحسابات، وبدأ أجهزة الرقابة ووزارة المالية أن تراقب هذه العمليات، لأنه أنت عم بتدير مال عام. بعد عم يجيك شكاوى علينا نحن من هواوي بعد؟ بس ليش عم مين حكى من هواوي انه نحن عم نخلصها؟ في ناس عم تخلصها بنهار في ناس باثنين. ما حدا عم بيعمل سواق انستليشن بنفس النهار. بلاك سؤال، الاربعه بدهم يشتغلوا بالسواق اللي بيكونوا على السايد. التيم ليدر بده يشتغل على الابلكيشن، وعندك اثنين ريجرز بدهم يفكوا، واحد بده يقعد فوق وواحد بده يشد له ميتا. ثلاثه عم بيكون، ثلاثه نحن بنشغل ثلاثه، ما بنشغل اربعه. لك ما قبل شوي قلت لي اربعه. انا قلت لك جيب ثلاثه، انا معلم معاشيتي 200 300 دولار بجيب ثلاثه مش اربعه بالتيم. لوفر واحد، انا مش ملتزم بهيدي، وهواوي معهم خبر. هو عم يقول في ثلاث اشخاص موجودين، ولا تعب الدراسه معموله انه اربع اشخاص ان كان عنده ولا ان كان عنده ودو... انه اربع اشخاص. اذا في اربع اشخاص بيخلصوها كلها بنهار. إزاء المعلومات الخطرة التي تكشف فيها شركة أوراكسل عن تخلصها من التقني في فريق عملها، وعلى مسمع من موظف تاتش من دون أي اعتراض، كان لزاما علينا التواصل مع الشركة للحصول على مقابلة متلفزة للحصول على توضيح. ذكر في الطلب بداية أن الموضوع يتعلق بمشروع الجيل الرابع، إضافة إلى أسئلة قد تطرح خلال المقابلة. جاءت إجابة تاتش أنها سترسل أجوبة مكتوبة، فرفضنا. تواصلنا مع الشركة مجددا، فكيف سترد تاتش؟ لك شو بيعمل هواوي؟ حكيت أنا. أنت فهمت التريك؟ هني مش حتى ما عم نربح اللي لازم نربح. عدد لك شو؟ بعشر شهر في 200 سات، هال 200 سات هلا قاعدين عم يقصفوهم هواوي ليشوف كل واحد قد ايه بدهم يعطوه، طبعا بدهم يقصفوهم. في 200 سايت هلا بيطلعوا بعشر الشهر من الجمعه، ما معي خبر هودي هلا بدهم يقسمون. بس كيف بيقسمون؟ يعني مثلا عندك ست تيم بيعطوك على هالاساس، عندك ثلاثه بيعطوك على الاساس، عنده ثلاثه، عندك اثنين بيعطوك على الاساس. هلا كانوا معمول حساب اوراكسل دائما عنده اثنين تيم وعلى الاساس انه بيعطوه كميه قد على اساس هيرفع. انا هلا قلت له هن عنده ثلاثه مزبوط، قلت له عندك ثلاثة. أنا ما تتكلم عنها بس بدي اجيب مهندس بعرف هيدي التراك، اما شغله لا نقدر يربح 50% و70% بيربح. ايه ما عندي ما فهمت. هي لما تتأمن هيدي القصة تأمن كل شيء. هيدي التراك، اما شغله لا نقدر يربح 50% و70% بيربح. ايه ما عندي ما فهمت. انا اذا كل يوم بشتغل ما عندي مشكلة، والله 50% في مرسى
50 وفي اكثر. انا بعرف انه بهذا الشغل مظبوط اذا ماشي ستريت فورورد هو اكثر بكثير من 500 كمان. ايه يوصل لل 60 وال 60 اذا ماشي مظبوط شغل. هي هالتراك اللي انا من اول يوم توجس تاتش من إعطاء مقابلات مصورة كان منتظراً، والسبب ليس فقط النصائح التي قدمها المدير في الشركة نصر خروف إلى المتعاهد الفرعي بكيفية رفع نسبة أرباحه، وهو الذي نعلم أنه يخضع للتحقيق في الشركة، وإنما السبب الحقيقي لتوجس تاتش هو التعليمات التي أصدرها حسن حجاج للمدير في شركة تاتش لجهة كيفية توزيع المتعاهدين للمشاريع على المتعاهدين الفرعيين، وهو ما يشكل تضاربا واضحا في المصالح، خصوصا أن حجاج لا يمتلك أي صفة قانونية ووظيفية في شركة تاتش. فبأي صفة كان يصدر التوجيهات إلى مدير في شركة تاتش وشركات على تعاقد معها؟ موضوع المايكروويف والسفر بعثينا على الوزارة وزارتنا دفشة وعطونا الأبروف لنبلش مايكروويف يلا تفضل اقعد وهذا شغلتنا هيك مفروض مع الديسباتش اللي جاي مع شغل الإرسال نرجع نحكي بأشياء مختلفة يا أديب وين في مشاكل تعرف والله العظيم مع نصيب ولا شو الحل الثاني؟ الحل الثاني انه السيطرة كان على تسيطر هلا جاي باتش بعد منها جاي باتش ثاني مثاني هلا هل باتش بدها تشغلك كم شي شهر شهرين يمكن تشغلك هو نحن على بحث هذا الباتش اللي ما بتشغلك شهرين بتشغلني خلص يعني نرجع على الرقم العالي هي شارع رقم هذا شارع الرقم العالي جرب يا اخي سيطر جاي انه على اسبوع شوف 10 سيطر يمكن تعملهم باسبوع يمكن تعملهم بثلاث ايام والله حاجبها وصدقني طلبتهم لانه كمان وأنا بس في شغله بدي اياها كمان جاي البروجكت اللي هو اكبر من هذا هلا المايكروويف هذا المايكروويف هذا اللي بدنا نشتغل عليه هذا اللي بدنا هذا ما في ولا اي اوكي ما بعرف بس بكره اذا اجاني لينك اذا اجاني لينك 240 اكل كل الربح اللي اخذته من 30 بس ما انت مش كل شيء 100% ربح في شيء زيرو في شيء خساره وفي شيء ما قبل ربح صح طيب هلا انت عم تحكي يا ابو علي هلا هو 5% حنقعد نعد على 500 ربح فيه انا ما بعرف انا هو عم بيقول هو هلا عم بيقول لك طيب بدنا نشتغل فيهم 1300 لينك بال 1300 لينك كل واحد وشطارته عفوا هون صارت انه عدد الوقت يعني قد ايه انت سريع بالتركيز 30 60 90 هولي هينين هولي طيب. هولي شخصين بيشتغلوا ما هودي هني مش ربح هودي بيور ربح ما يخبر ما فيهم شيء هيدي معناتها هلا اذا الشغل جاي لازم الارقام تصير مريحه اتفق لي مع ارسال شو ما بياخد اليوم اي سايت بياخدها اذا فيها سيفل وتليكوم بيعطيك سيفل وتليكوم مع بعض يا خي اذا بغطوا له جاب ما مش بغطوا له يا خي فيهم برجع بقول ربح بس هالربح مش هو اللي عم نحكيه هون مش 60 70 في 10 15 عم بيقول يمكن يكون اكثر ما ارسال وانت بتعرف الربح اكبر من هيك بكثير ارسال ناطرني هو اللي صار عم بدق لي بيقول لي وينه صاحبك انا ما قلت له من هو صاحبك وينه صاحبك لنقعد ونتفق يلا تفضل اقعد وهذا شغلتين هذا الشخص طالما هو على علاقة بأحد أعضاء بأحد الملاك أو بأحد أعضاء مجلس الإدارة سواء كان ممثل قانوني رسمي من قبل مجلس الإدارة أو من قبل أحد الملاك أو من قبل أعضاء مجلس الإدارة يجب أن لا يتدخل لأنه هذا يتعارض مع مبدأ تعارض المصالح تعارض المصالح مهم جداً بعد كل ما عرض لم يعد لغزا لماذا ندفع مبالغ باهظة في مقابل خدمة أكثر من رديئة؟ لأن هناك من جعل السمسرة نمطا في إدارة أكثر القطاعات إنتاجية في الدولة اللبنانية أي بالطريقة نفسها التي تدار بها خسة المعلم رامز جاعلين من هذا القطاع قطاعا بيسوى خسة وعليه لا عجب في أن تتنصل شركة تاتش من الرد على أسئلة بسيطة حول مشروع الفورجي. أدم شمس الدين، قناة الجديد.